يلا يا روحي يا روحي يا روحي، جبت لك الاكل اللي انت بتحبيه علشان ناكل سوا. يلا كلي. انا ما بحبش حاجه. بتحبيش حاجه ولا حتى انا؟ لا انا زعلانه منك. زعلانه مني؟ ليه زعلانه مني يا روحي؟ عشان انت وعدتني انك مش هتتجوز بعد ماما، وخطبت طنط فيروز من غير ما تقول لي. يا حبيبي الموضوع يعني ظروفه جت بسرعه. طب قولي لي بصراحه، انت متضايقه ان انا عايزه اتجوز ولا متضايقه ان انا هتجوز طنط فيروز بالذات؟ الاثنين. ليه ده؟ انا كنت فاكر انك انتوا فريق اصحاب وبتحبوا بعض وهتبقي مبسوطه انها عايشه معانا. طب اقول لك على حاجه، تعالي نعمل اتفاق، انا هخطب طنط فيروز شويه صغيرين، لو بقيتي مبسوطه وان هي كويسه انها تعيش معانا وزي الفل وانت تمام خلاص هتجوزها، لو ما بقيتيش مبسوطه خلاص مش هتجوز طنط فيروز خالص. اتفقنا يا حبيبي؟ عشان خاطري بقى ناكل. يلا ناكل. بص في عيني، بص في عيني، بص في عيني، اديني سبب واحد يشفي غليلي. ما قدرتش اواجه كده لالي، ما قدرتش تواجهني، بس قدرت تكسر قلبي، قدرت توجعني عيني عينك كده. صدقيني الكلام اللي هقوله لك ده مش مبرر، انا عارف، بس ما حصل ده كان غصب عني، اصعب عليا بكتير مما تتخيلي. حتى ما اديتش عقلي فرصه انه ممكن يراجعني او يخدعني. مصدقيني او ما تصدقينيش، انا فعلا ما كنتش عايز اجرحك. بقول لك ايه، ما تيجي نخرج بكره، انت تجيب كارما وانا اجيب فريده عشان البنات يتعودوا على بعض. يا حبيبتي العروس عندنا بيبقى ليها اسبوع طلباتها اوامر. حاضر، هجيب كارما واعدي عليك. يا سلام. طب وبعد الاسبوع بقى بيحصل ايه؟ لا بعدها كلامي هو اللي هيمشي، هوريك العين الحمراء بقى. ماشي ماشي، نبقى نشوف الموضوع ده. يلا اشوفك بكره. سلم على كوكي. تمام يا حبيبي. احنا متشكرين قوي يا مازن على اليوم الحلو ده. انا اللي متشكر جدا، انا بجد اللي مبسوط جدا ان احنا موجودين مع بعض. مش انت مبسوطه فريده؟ جدا جدا يا انكل ماس. خلصي. وانت يا كارم مبسوطه؟ لا مش قوي، مع ان دي نفس الحاجة اللي انا متعودة اعملها. طب ليه يا حبيبتي مش مبسوطة؟ ما هي على حسب بقى، انا خارجة مع مين. انتي عارفة يا كارما، احنا هنخرج خروجة حلوة قوي المرة الجاية، انا ومامي متعودين نروح المكان ده دايما، انتي هتنبسطي جدا هناك يا كارما. هو احنا لسه هنخرج تاني مع بعض؟ وبعدين؟ ما احنا كده كده هنعيش مع بعض بعد ما مامي وانكل مازن يتجوزوا. هو انت متضايقه يا كارما؟ لا لا متضايقه ايه، بس ده يعني كارما اكيد مبسوطه، احنا كلنا مبسوطين ان احنا موجودين مع بعض يعني. بقول لك ايه يا فريده، ما تاخدي كارما كده تروح على الكيدز اريا. اوكي. حناتي قوي البنت ما شاء الله. معلش شويه بس عبال ما تتعود. عندها حق.
كنت عايزه اقول لك على حاجه. ايه يا حبيبتي؟ انت ما انبسطتيش مع كارما مش كده؟ انا كنت حاسه. لا طبعا دي كارما صاحبتي. ماما انت نسيتي روشتة بتاعت تيتا، وتيتا قالت لك ما تنسيش الدواء. طب بقول لك ايه؟ انا هديكي فلوس وهاتي انت الدواء من الصيدليه. ها؟ ماشي. انا التعب وجعلي رجلي قوي، خليك جدعه. بس.